يعني الغارات الإسرائيلية لا زالت مستمرة، وآخر هذه الغارات هي لمنزل بحي الزيتون شرق مدينة غزة. وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي أكثر من 7 إصابات جلهم من السيدات، ولا زالت سيارات الإسعاف حتى هذه اللحظة ما بين ذهاب وإياب من المستشفى إلى المنزل المستهدف. قال لنا سائق الإسعاف بأن الإصابات ما بين متوسطة وحرجة، وهذا ما رأيناه أيضا، وقال أن لا زال هناك عدد من الإصابات في المكان. وهنا نتحدث عن منطقة حي الزيتون، هي المنطقة التي تعاني أصلا من البنية التحتية، وأن شوارعها غير ممهدة أمام سيارات الإسعاف، مما يجعل هناك عائقا كبيرا أمام سيارات الإسعاف في الوصول إلى الأماكن التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها. وهذا هو إذن مؤشر جديد، ويؤكد بأن استهداف منازل المدنيين هي سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات. قبل قليل كنا نتحدث عن منزل في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة، الآن عن منزل آخر في حي الزيتون شرق مدينة غزة. وفي الحالتين كانت الإصابات هي لسيدات وأطفال، وهذا يدلل بأن الاحتلال الإسرائيلي بغاراته لا يفرق بين عسكريين ومدنيين، بين طيب كبير ومصغير، كل نعم. في دائرة الاستهداف كما لاحظنا وشاهدنا من خلال المشاهد التي رأيناها لهؤلاء المصابين. هل توفرت معلومات عن طبيعة هذه الإصابات ودرجاتها محمد؟ يعني من الصعب الحديث مع الأطقم الطبية في هذه اللحظات، خصوصا مع وقت وصول الإصابات إلى مجمع الشفاء الطبي، ولكن من خلال ما رأيناه الإصابات فعلا ما بين متوسطة وخطيرة. رأينا إصابات في البطن، رأينا إصابات في الأطراف، وأيضا رأينا إصابات في الرأس لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وهذا يؤكد بأن هذه الإصابات تحتاج إلى مزيد من العمل الطبي والتدخل الطبي في داخل مجمع الشفاء الطبي، وهذا أيضا من شأنه أن يزيد العبء على الوزارة كما قالت وزارة الصحة، وطالبت بضرورة التدخل لإيقاف هذا العدوان، وأيضا إدخال كل ما يلزم للقطاع الصحي داخل قطاع غزة، ليتسنى للأطقم الطبية التعامل مع كافة الإصابات على اختلافها المتوسطة والطفيفة وأيضا الخطيرة والخطيرة جدا.